ثاني ولا باغي وليد مسكين كاع عام ويجري مسكين مخلطها ويديها ويجيبها وما وما ما ما مكتبش ما مكتبش ولكن علاش ولكن هذا اهمال هذا اهمال وخاصهم يتحاسبوا عليه اللي من هنايا من الجهه هذاك اهمال خاصهم يتحاسبوا عليه. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وفضيحة من العيار الثقيل لوزارة الصحة، فضائح وزارة الصحة واللي هي بالجملة واللي هي كثيرة، وهذه ماشي أول فضيحة، كنا شفنا عدة فضائح وخصوصا في قضية الولادات. آخر فضيحة كانت الشابة لبنى اللي عفوا سلمى اللي ماتت بعد الولادة بسبب الإهمال ديال الطبيب، اللي شفنا عدة خروقات اللي كان كيقوم بها في مستشفى سيدي عثمان، واللي كانت اتهامات موجهة إليه أنه كان كيتقاضى الرشاوي، وأنه كانت أي وحدة بغات تولد خاصها تحط مبلغ ديال 1000 درهم، مع العلم أنه السبيطار مجاني. الولادة دايرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مجانا للنساء. من بعد كنكتشفوا أن هذاك الطبيب عنده عيادة خاصة، وأن أي وحدة بغات تولد خاصها تدوز عنده العيادة اوبليجي تخلص الكونسلتاسيون يشوفها عاد يقول لها فين غتولد. اليوم عندنا واحد الفضيحة من العيار الثقيل ديال شابة جابها الزوج ديالها باش تولد 9 شهور وهي حاملة، الحمل ديالها طبيعي، ما عندها لا مضاعفات، ما عندها لا مشاكل لا والو. فين وقع المشكل؟ لو فاي لو فيان سيروجي، جابها الصوفي لا ديال بن رشد لا ديال جيبها الصوفي لا، والجنين الراس ديالو خارج وتا شي واحد مرحمها حتى توفى الجنين اللي كانوا كيتسناوه هاد الابوين بفارغ الصبر. كنقولوا لهم الله يعوضهم والله يجعلوا لهم طائر في الجنه، قدر الله وما شاء فعل، ولكن اهمال هاد الطاقم الطبي او اهمال هاد الناس اللي خدامين في هاد المستشفى هما السبب. ومعنا الزوج، السلام عليكم. السلام عليكم. شنو وقع ولدي؟ جبت المراه ديالي اللي هنا شي 3 خطرات دابا. واخا قبل ما تجيبها كيفاش داير الحمل ديالها؟ طبيعي طبيعي. قرب حدايا اخويا. جنين شي تحرك كلشي طبيعي. هاد الناس كتسناو فيه 9 شهور وانتم كتسناو حتى غاديين جايين كل خطره نجيبو. ول البارع عطاونا واحد القويلبات قال لك لا دير هاد القويل باش يهدى على الالم باش فيها الوجع. علاش غدير القويل باش يهدى على الالم؟ وجينا عاوتاني قالوا لها لا سيري للسبيطار موريزكو، وهي الجنين خرج منه وصيفطوها في لومبيلون، جابوا لها لومبيلونس طلعوها طبعوا لها ورقه مشينا جنين خارج. مشينا لموريزكو عاوتاني موريزكو قال لك لا تمشي عندهم، مايا اللي صيفطوك تمشي عندهم. وصلنا لهنا المراه ديالي تتوجع حداهم والناس ما حشموش، باغيين بالمراه خارج ليها التيلاد، باغيين الفلوس، باغيين الرشوه لداخل. واحد جوجة راهم تمايا معروفه، اي وحده باغا تولد تقول لك هذه الشكايه، كلهم باغيين الرشوه من عندهم. واحد جوجات غير الفلوس ما تيخافوش الله، هادو هما نصاب الكبار. سير دي مرتك وسير جيبها وسير ديها وجيبها. هذاك الشيء تا اشنو وقع في الاخر؟ والو ما مسوقينش عاودوا شدوها هنا. ها هو دابا ورقه بغينا. علاش بلاتي قبل ما نوصل الورقه وعلاش شديتوها ملي ما بغيتوش تشدوها المره الاولى شدوها؟ علاش ديها لموريزكو؟ ولداتو ميت. جبدوا لها ميت. خرجت ما بقاش حيت مسكين تقج، لان خرج ذاك الرويس مسكين هكاك من الوالده وتقج، ما لقاتش اللي يعاونها باش ياخذوا. إذا بسببهم توفات هي. هما السبب، هاد الناس دخلوا يسولوا أي وحدة باغا تولد هنا يشوفوا، يجيبوا شي حاجة ويشوفوا شنو يديروا الناس هنا، هما الزارع هادو ماشي مباشرة شي واحد. كيدير الحالة الصحية دابا والنفسية ديال تنصبروا فيها وصافي، راهي تنزف هي تنزف دابا، الحالة الصحية ديالها في خطر. وحق الله أنا تنطلبوا الله يجيب لها الشيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق الله معدين هادوك ديال الليل ديال البارح بالليل. واش يجريسيو ماشي خدامين هادو، واش ما تيخافوش الله عيالاتهم ما تيخافوش؟ قالوا لك راه الفلوس وباغيين الفلوس اختي، واقسم كون بغاو حتى 2000 درهم نعطيها لهم. ودابا المشكله بنادم ما تيبينش لك، حتى تيدخل ويبغي يجريسيك، كوني اللي يهضر معاك باغي يجريسيك. هاد الناس شفاره هادو. بقى فيك وليدك والله تبقى فيا اختي اقسم لك. ودابا الوالده انا فرحه الوالده من البارح مسكينه بحال خايفين اللي يطيح لها، والله حتى باغا تجي ما تزيدش على ركابها وتقول لي يلاه ندي نشوف راسي. والظالمين الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ فيهم الحق. اقسم لك. والهاروشي الهاروشي شنو قالوا لك ملي ديتي لهم السيده؟ قالوا لك رد لهنايا، هما اللي خصهم السيده راهي يعني ما عندهمش الانسانيه ديال اننا نولدوا هذه السيده عاد نشوفوا ماني المسؤول، واش هما اللي خصهم يولدوا؟
لا خاص شي كيلصق في شي. لا هو المسؤول، لا هذا هو المسؤول. ودابا بغينا الورقه باش يخرجوا الجنين، هذا الشيء ما نسوقنا حتى شي واحد. نسوقنا حتى شي واحد، هو باغيين نخرجوا من البارح. خاص الطبيبه اللي كانت بلي طبع لنا ورقه باش يخرجوا الجنين نمشيو ندفنوه، ما مسوقين والو. كنشوف امتى وانت هنايا؟ من امتى وانت هنا؟ ومن الصباح وانا من البارح باللي يقولي من البارح بالليل وحنا تنسينو في هذيك. دابا بغيتي غير ورقه ديال الدفن، ما لقيتيش اللي يطبعها لك. ما لقيتش شي واحد اللي يطبعها لي، انا من قبيله. ها هي قال لك السي الجامعه باش طبع، فين الورقه اللي نمشيو بها للجامعه باش يعطيونا؟ لا حول ولا قوه. دابا السيد مكرفص، مرته مكرفصه، مات ليها التيلاد بسبب الاهمال الطبي، ومازال كيعذبوا فيه. سير الجماعه لا اجي خصك الورقه لا ما عرفتش باش غيمشي للجامعه. واش هل من رجل حكيم في هذا المستشفى هذا؟ واش السيد وزير الصحه بالله عليك غنطرحوا لك واحد السؤال، السيد وزير الصحه واش خبارك هادشي اللي كيوقع في المستشفيات ديال مدينه الدار البيضاء؟ السيد وزير الصحه واش فراسك هاد الكوارث اللي كتوقع للمرضى؟ واش فراسك راه الناس كتكرفس وكتموت؟ واش فراسك ان هذا السيد فقد ولده بسبب الاهمال؟ واش فراسك ان مات ليه جنين بسبب الاهمال؟ واش فراسك ان هذا السيد باغي غير ورقه باش يدفن ولده من 7 الصباح وهو هنا ما لقى حتى شي مسؤول في هذا المستشفى؟ السيد وزير الصحه بالله عليك دير واحد الزيارات ميدانيه، مستشفى بنرشد، الهاروشي، مستشفيات ديال مدينه الدار البيضاء وديال المملكه كلهم، دير واحد الزياره، نزل الشارع، ما تبقاش تقابل في البيروات. راه خدمه البيروات راه ما لايقاش، راه عيب وعار اننا اليوم نفقدوا جنين بسبب الاهمال الطبي. اي نعم الاعمار بيد الله، اي نعم ان الله سبحانه وتعالى ما كتبش لذاك الوليد انه يشوف النور، ولكن راه السبب ديال الاهمال الطبي. اليوم الاب يحملكم المسؤوليه لوزاره الصحه والمستشفى. هذوك السيدات ديال اللي تيولدوا هذوك راهم ماشي تيولدوا. درتي الشكايه ديالك؟ مشيتي للمحكمه درتي الشكايه؟ لا درتي الشكايه ديال الوكيل جلاله الملك، هادشي اللي غادي ندير اخشي ان شاء الله نهار الدين. اكيد ان شاء الله وغتاخذ حقك. هذوك ديال الليل الله ياخذ فيهم الحق هاد الليله، اقسم لك واش ما عندهمش الولاد؟ وتيتاوى معاك بنادم على ولدك، واش الملك ديالنا قال لك يتاوى معاك؟ والسبيطار مجاني ديال المخزن، وسيدنا الله ينصرو داير الولاده بالمجان، ومني كتجي الام كتبغي تولد كتلقى ان الفرمليه ولا الطبيب كينيغوسي معاها. وهذا الشيء حنا راه حنا حضرنا ليه في مستشفى سيدي عثمان، والحمد لله ان العداله تحققت في قضيه وفاه الشابه سلمى، واللي مشات ضحيه اهمال ديال احد الاطباء بمستشفى سيدي عثمان. كذلك بغينا ان العدل ياخذ مجراه، وان الحق ديال هذا السيد ما يضيعش في قضيه الجنين اللي فقدوه لي 9 شهور هو كيتسنى فيه هو والام ديالو. واكيد ان اي ام واي اب بغى يحس بالاحساس ديال هذا السيد. مشاهدي قناه شوف تيفي غنختم معكم هذا البث المباشر، قبل ما نختموش النداء ديالك اللي بغيتي تقولوا له. ها هاد الناس جيو ديروا معاهم شي حل، راهم تيظلموا الناس. جيو شوفوا هاد الباشر، هادو راهم ماشي تيولدوا، هادو راهم تيقتلوا، هادو هما النصابه، هادو هما البزنازه ديال الدار. هادو اللي تيولدوا والله هما النصابه، هما البزنازه، وتيبيعوا يشريوا في البشر. اخشي وحق الله تيبيعوا يشريوا في البشر. لا حول ولا قوه الا بالله. الى اللقاء في بث مباشر اخر باذن الله.